الرجال صباح الخير عليكم، كي دايرين بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اذا كنت انت اولا انت اول مره كتشوف هذا الفيديو هذه، غادي تهبط لتحت، غادي تلقى واحد البطونه حمراء، غادي تبرك عليها وغادي تفعل داك الجرس باش يبقى يوصلك الجديد في نوتيفيكيشن. كنتمنى صوتي يوصلكم مزيان. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم وعلى السيبور ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم وعلى التعليق ديالكم الزوينه في الفلوق اللي من قبل. التفاعل ديالكم بزاف، فقررت ندير لكم عاوتاني فيديو اللي غادي يكون واعر عاوتاني. بلا ما نطول عليكم الاخوان، خليكم مع الفيديو. جايه شي حاجه اللي هي لوكس اوب. عين بوتبوقالت المتواجد بنواحي تيزنيت، غرب مركز جماعة أيت حمد بدائرة أنزي، الذي يبعد عن مدينة أكادير بتسعون كيلومترا، ويتميز بارتفاع صبيب المياه على مدار السنة، إذ يتجاوز 150 لترا في الثانية، مما يعزز عقينة السد يوسف بن تشفين، حيث أثبت صموده حتى في فترات القحط والجفاف. لروعة المكان وسحره، فأقام حوله سوقا أسبوعيا يأتي إليه الناس من كل فج عميق ومن مسافة طوال كل يوم الأربعاء، ولكن لم يبق حاليا سوى أوطان ذلك. فوالا الاخوان، احنا طلعنا القمة، العين هو لتحت، طلعنا واحد البلاصة فوق، عرفتي راه تخصصنا. هنا واحد البلاصة اللي هي زوينة. ايوا فوالا، شوفوا معايا، هانتوما كتشوفوا راهي الطريق فجينا، راهي غتكون كتبان ليكم.
ديالنا وكنتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب كيف العاده بلا ما نقول لكم واحد كومونتي تحفيزي باش تزيدوا تحفزونا باش نبقى نجيب لكم الجديد. الله يهلا فريسكم راكم فما باي.